بلاد الفرص المتاحة، المغرب. إنجازات وتطور مستمر في كافة المجالات. وخلال العقدين الأخيرين كان الاهتمام منصباً على تطوير الاقتصاد الوطني بإعطاء أولوية كبرى لقطاع الصناعة، وهو ما ترجم إلى دينامية لافتة للاهتمام من خلال توجهات ورؤية الملك محمد السادس نصره الله واهتمامه بسياسة الأوراش الكبرى في المملكة. مخطط المغرب الأخضر، مخطط إليوتس، المخطط الأزرق، الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مخطط تسريع التنمية الصناعية، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. اهتم المغرب بتطوير بنياته التحتية لتكون في مستوى التطلعات محترمة المعايير العالمية، مما ساهم في تطوير الجانب الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وتقوية التواصل والمواصلات بين الجهات. وقد ساهم هذا التغيير في الرفع من نسب الاستثمار والنمو الاقتصادي للمغرب، وأصبح المغرب من خلالها بوابة تستقبل المستثمرين من مختلف أقطاب العالم. جهة طنجة تطوان الحسيمة واحدة من بين 12 جهة في المغرب، تسحرك بطبيعتها، تثيرك بغناها الثقافي وتاريخها العريق، وترافقك في طريق نمو اقتصادي سريع. موقعها الاستراتيجي في أقصى شمال غرب المملكة، بوابة اتصال قارة إفريقيا وأوروبا، مزيج بين الحضارة والأصالة، بين الاستقرار والدينامية، ببنية تحتية عالمية تتصدر بها المنطقة مراتب عالية. الطرق السريعة، القطار الفائق السرعة البراق، ميناء طنجة المتوسط، مجموعة فنادق عالمية، مؤسسات تعمل جاهدة للعناية بالمستثمرين. طنجة تطوان الحسيمة، ثاني قطب صناعي في المملكة، رائدة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة. تتوفر عمالة طنجة أصيلة على المنطقة الحرة لطنجة، فضاء مناسب بالنسبة للمستثمرين في القطاع الصناعي بتوفرها على بنية تحتية متكاملة ومزايا هامة تتجلى في منطقة التصدير الحرة، تضم شركات من مختلف أنحاء العالم. على مقربة منها نجد مدينة طنجة للسيارات المتخصصة في صناعة السيارات والطائرات عبر شركات تصنيع المعدات والخدمات اللوجستية المتكاملة. المنطقة الحرة اللوجستية طنجة المتوسط، بتموقعها الفريد داخل ميناء طنجة المتوسط والذي يعد أكبر منصة مينائية بحرية لمعالجة الحاويات في إفريقيا، منصة مثالية لمزاولة أنشطة لوجستية تغطي أوروبا البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا الشرق الأوسط. المنطقة الصناعية مغوغة، أقدم منطقة صناعية في طنجة، تضم شركات عالمية في صناعة النسيج وأنشطة أخرى كالصناعات المعدنية والميكانيكية والبناء والعقار والصناعات الغذائية والبصرية. المنطقة الصناعية كزناية، بموقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار ابن بطوطة والمنطقة الحرة لطنجة وضمها لأنشطة صناعية متنوعة. المنطقة الصناعية المشق، ذات الموقع الجغرافي المتميز والاتصال اللوجستي الهام في صناعة النسيج وأنشطة أخرى. مدينة العرائش، حيث يمكنك أن تعيش في عوالم مختلفة في نفس المدينة، نجد بها مناطق صناعية متعددة. المنطقة الصناعية الصنادلة التي تضم وحدات صناعية فلاحية. منطقة الميناء المتخصصة في صناعة وتحويل المنتجات البحرية. المنطقة الصناعية الملالح، تحتوي على وحدات صناعية متخصصة في تمليح وتصبير السمك. المنطقة الصناعية الهيايضة، تضم شركات متنوعة في الصناعات التحويلية الغذائية وإنتاج وتجميد الفواكه. المنطقة الصناعية أسطال، الواقعة في قلب المدينة وتستقطب مستثمرين مغاربة وأجانب. الحسيمة، جوهرة المتوسط، يوجد بها أجمل خلجان العالم. تقع فيها المنطقة الصناعية الناشئة أيت قمرة، التي توفر فضاءً مناسباً للمستثمرين ببنيتها العالية الجودة واتصالها اللوجستي بإقليم الحسيمة.
المنطقة الصناعية إمزورن تشكل فضاء هاما للمستثمرين لممارسة مختلف الأنشطة الصناعية الإنتاجية والتجارية. تطوان، الحمامة البيضاء، تتوفر على المنطقة الصناعية تطوان بارك التي تمثل مشروعاً متخصصاً متكاملاً ومصمماً باستيعاب الصناعات الغير ملوثة، وتعد محط جذب للمقاولين نظراً لموقعها المتميز بين القطبين الرئيسيين طنجة وتطوان. تطوان شور للأوفشورينج، منشأة مندمجة توفر خدمات التعاقد لتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال، تزخر بموارد بشرية ذات كفاءات بتنوع لغوي ومؤهلات عالية. المنطقة الصناعية تطوان طريق مرتي تتميز بقربها للوسط الحضري لتطوان ومجاورتها للمطار، وتضم أكثر من 158 وحدة صناعية. بمناطقها الصناعية المتنوعة التي تلعب أدواراً تكاملية فيما بينها بفضل بنياتها اللوجستية العالية الجودة، مما يؤمن الاتصال المباشر بين مختلف هذه المناطق، أصبحت جهة طنجة تطوان الحسيمة جهة جاذبة للمستثمرين من مختلف جهات العالم، بحيث توفر لهم فضاءات مناسبة لمختلف الأنشطة واستراتيجيات واضحة وسياسات ضريبية مشجعة، فضلاً عن سياسات داعمة لتعزيز بيئة الأعمال وجلب المزيد من الاستثمارات. لنستثمر بجهة طنجة تطوان الحسيمة.